شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره بين شركتي إيجاس المصرية وإيني الإيطالية. يأتي توقيع الاتفاق في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات، لا سيما مجال الطاقة. هذا ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين، بما يسهم في قيام شركتي إيجاس وإيني بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات إنتاج الغاز على المدى القصير. كما يهدف كذلك الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف في مصر.